أهم شيء ممكن نتعرف عليه في الانديزاين هو نافذة الصفحات. أولا عندنا الصفحة الأساسية، وبتكون الغلاف لو نبغى ننشئ كتاب. نضيف الصفحات من علامة الزايد، وأول شيء نتعلمه كيف نتعامل مع كل هذه الصفحات عن طريق A-Parent. حنضغط ضغطتين عشان ندخل. طبعا A-Parent طريقة عملها تقريبا نفس القالب، أي شيء ممكن أحطه فيها حيجي على كل الصفحات اللي محددة ضمن A-Parent. طريقة ترقيم الصفحات، حنسوي نص بعدين Shift Control Alt وحرف ال N، حيطلع لنا حرف ال A. أغير إذا أبغى الأرقام عربي أو لا، وأغير برضو مقاس الخط. أخرج من الـ A-Parent وأشوف الصفحات، حلاقيها كلها مرقمة. بس لأن حننشئ كتاب حنحتاج الصفحة الأولى مو مرقمة، فأول شي حسويه أني حخرجها من الـ A-Parent. وتلقائيا حتطلع من الترقيم، لكن ترقيم الصفحات الباقي بيستمر على نفس قبل، فأرجع أتكي على الصفحة رقم 2. أختار خيار إنها تبدأ الترقيم من عندها برقم 1. من فايل بليس حنختار الصورة ونضيفها. طبعا أقدر أتحكم في حجم الصورة، أضغط ضغطتين تغير عندي لون الحدود، كذا أنا أقدر أتحكم في الحجم. شيء مهم لازم نعرفه في الانديزاين، أي صورة نسحبها بتكون الجودة فيها ضعيفة، وهذا بس أثناء الشغل. وقت الإخراج تكون جودة الصور مرتفعة. يمدينا نتأكد من فيو، بعد ما نضيف الصورة أبغى الكتابة ما تغطي على هذه الصورة، فأول شيء أبدأ أنشئ حدود لهذه الصورة بأداة البنتول، وأخلي لونها بدون لون. من فايل بليس، ويفضل أنه النص يكون بصيغة الوورد، لأن هالشي يكون أسهل ويتعامل مع الانديزاين بشكل أفضل. طبعا أنا أكون ماسك النص كامل زي كذا، أجي على الحافة وأضغط على Shift، أعطي أمر أنه النص كامل يجي على كل الصفحات، حتى إذا في نص زيادة ينشئ لي صفحات تلقائية. أرجع للحدود اللي أنشأتها قبل على الصورة وأضغطها بشيفت، برضو أضغط على النص وأختار هالخيار أنه النص يكون على هذه الحدود بالتمام. طبعا أتعامل مع كل هذا النص لو أبغى أغير اللون أو الحجم بأداة الكتابة، أحدد النص كامل إلى آخر صفحة وأغير اللون، أو ممكن أغير الحجم أو حتى الخط.
آخر شيء إخراج الشغل من فايل أدوبي PDF وأختار الجودة اللي أبغاها.